معي مفدنا سلطان البادي من الحدود البولندية الأوكرانية. سلطان، كيف يبدو اليوم وضع النازحين؟ وجود طبعا منظمات الأمم المتحدة هناك، وأيضا التوافد، هل يبدو كما كان بالأمس في على مستوى الوتيرة؟ نعم مايد، نحن انتقلنا من المعبر إلى هذه القرية، قرية بيشامش، التي توجد فيها محطة القطارات. هذه المحطة تعد من أحد المحطات الرئيسية لانتقال اللاجئين عبر السكك الحديدية والقطارات من الداخل الأوكراني وصولا إلى هذه القرية، ومن ثم ينطلقون بعدها إلى الداخل الأوروبي. في هذه المحطة شاهدنا مايد لا زالت الأعداد تتواصل بالتوافد إلى بولندا، وكذلك نفس الأعداد تركب هذا القطار وتعود كذلك إلى أوكرانيا. قبل نصف ساعة من الآن تحرك القطار الأخير من هنا من هذه السكة عائدا إلى أوكرانيا، وكذلك انتقلت بعض القطارات ذاهبة إلى الداخل الأوروبي حتى ينتقلوا هؤلاء اللاجئين إلى وجهاتهم القادمة في أماكن أكثر أمانا في الداخل الأوروبي. مايد، تحدثنا عن الأرقام، هناك سجلت الإحصائيات ليلة البارحة بدخول 2,753,000 لاجئ إلى الحدود البولندية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكذلك لك أن تتخيل ماجد بأن عدد اللاجئين الذين دخلوا إلى المعابر المختلفة في بولندا وصل عددهم إلى 24,000 لاجئ، بالإضافة بأن العائدين إلى أوكرانيا ماجد شكلوا 25,000 لاجئ. فهناك يعني هامشية الألف هذه تعدت اليوم ما بين الداخلين والخارجين من أوكرانيا. وسألنا الكثير، يعني لازلنا كذلك يعني نستفسر عن رغبتهم في العودة لأوكرانيا، هو الشعور بالغربة ماجد. بعضهم قضى يعني شهر ونصف في بولندا وكذلك في دول أوروبية أخرى، ولكن يشعرون الآن بأن العودة إلى الوطن أصبحت مهمة حتى ولو واجهوا ظروف الحرب هناك. فلا زالت هذه العملية المعاكسة والموجة المعاكسة من دخول النازحين مستمرة، ولا زلنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة من هذه السكة الحديدية. شكرا لك مفدنا سلطان البادي.